أطول مستمعين. التحق بنا الأستاذ حمادي زعفراني مجديد. أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا بك معنا. أهلا مرحبا بك معز، تحية ليك وتحية كيف الحاضرين بالاستوديو وعلى إذاعة ديوانة فم. خلينا نذكروا بالحكاية بالضبط كل تفاصيلها. على ماذا ترتكز الشاكية في هذه القضية؟ اللي فهمته أنا تصريح إذاعي وتصريح تلفزي وتدوينة على صفحة زميل محمد بغلاب، هكا؟ هذا هو تقريبا. هو بالنسبة للملف أو الموضوع متاع محمد بوغلاب، كما تفضلت هو قلت أنه يتعلق بتدوينة وبدو باساج، يعني فما باساج تيلي فما باساج راديو. الشاكية تقدمت الشكاية نتاعها في 18 مارس، خذت النيابة العمومية قرار بفتح بحث مع المراجعة في 19 مارس، ويقع استدعاء محمد يوم 20 مارس للوصول يوم الجمعة 22 مارس. واضح المسألة لحد الآن. الشاكية في إطار الشكاية نتاعها، طبعا أخذت سمعت كنت معك ونسمع في زميلي اللي تقدم تقريبا بالتحليل وجاء على احتياء 55 والمرسوم وغيره وغيره. الشاكية راهو في الشكاية نتاعها ضمنت مجموعة من الأفعال اللي تعتبرها تنطبق عليها مجموعة من النصوص القانونية، اللي هي فصل 128، اللي هي فصل 3 من القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، القانون أو المرسوم 54، مرسوم الصحافة. بالطبيعة هذا محتوي على الأقل من الجانب القانوني للشكاية اللي قامت بإيداعها الشاكية. الأفعال اللي تتعلق بها الشكاية هذه هي تقول أنه في محمد بوغلاب في الباساج نتاعو اللي صار في الراديو ولا في التلفزة أو في التدوينة، اعتبرت من خلالها بأنه فيها مجموعة من الإيحاءات تمس من شخصها، والإيحاءات هذه اللي تمس من شخصها عندها جانب أخلاقي منعرضها، مثلا تعقف في محسنات ويعني الإيحاء أو الإيهام بكونه فما هناك علاقة مشبوهة، هذا هو راه تقريبا. في حين توانا والله رجعت هذه شفتها أنا شفت التدوين وشفت اللي دو باساج اللي حكيت عليهم واللي حطوهم وقاموا عملوا فيهم معاينة مع الملح، يعني المعاينة عملها وزير الشؤون الدينية عبر الممثل القانوني للوزارة، معناتها الشاكي تتشكى هي وتعمل الوزير يعمل معاينة في حق شوف الربط اللي هو موجود. ما علينيش نجي كما قلت رجعنا التصريحات او اللي دو باساج هي شاكية بصفتها الشخصية ولا شاكية بصفتها إطار في وزارة الشؤون الدينية؟ هي شاكية يعني نجم نفهمها إذا كان إطار شاكية بصفتها الشخصية وتستعمل صفتها كموصفة بوزارة الشؤون الدينية، يعني الضرر اللي جاء أو تعتبره هي كشاكية جاء على أساس اللي كونه هذه، بما أنه حكاية سي محمد يحكي خط السياق اللي حكاية في سي محمد يحكي على الفساد بصفة عامة، واجبد في الأسماء يتحدث على وزير الدين تكوردو وحكاية وعندكم شفتوا توم الفيديوهات وعودتوهم وراهو أكيد وطلعتوا عليهم به. فلنحكي أنا على مستوى الفيديوهات راهو لم يذكر محمد هذه المرأة لا سماه بالاسم ولا حكاية على كما نقولوا احنا هو قال رئيس او رئيس مصلحة داكوردو، هذا هو اللي حكي فيه محمد. محمد لم يذكر المرأة هذه. يا سيدي انا نمشي سي معز اقول به هو هاوك قال اللي كانوا رئيس مصلحة وينجم يمس المرأة هذه ولا ايه انا نسأل هنا شنو الإساءة؟ هو سمى المصلحة كاملة معناها رئيسة المصلحة الفلانية في وزارة الشؤون الدينية. لا نسأل انا استاذ حاب نفهم. نعم نعرف لا هبط نقول لك يعني ايه انت كي ترى من هذه شنو الإساءة اللي فيه؟ فما كلام معين ينجم يمس من اعتبار الشخص، هذا حكي على نهب المال العام وقال متوما عندكم فلوس وتصرفوا في الفلوس اعطيونا مني، فتسولي كيفاش هذا كل ما يسافر يهز كذا الكاتبة نتاعو. مع العلم مع العلم انه البارح مثلا ما احنا صارت مكافحة قانونية ما بين وما بين الشاكية، انه المكافحة صارت على التدوينة، التدوينة اللي حكي فيها محمد لا ذكر هذه المرأة، محمد يحكي في العموميات
وحتى كي سألوا قالوا هاو التدوينة اللي انت حكيت الكاتبة متاع، قالوا انا ما فيهش، لا انا ذكرت للوزير ولا حتى حد اخر. انا نحكي على ملف اخر قاعد اشتغل عليه يتعلق زادة بالفساد. بالتالي تو اذا نعاودوا احنا نرجو ولا نحاولوا نقفوا ونقولوا يا سيدي باه وين الاساءة هذه؟ وتو مش من المنطق تو انساها كي تقدمت الشركات مها وهي زادة كيف كيف ولا تعرفت بروحها. يا اخي فما الناس دخلت قاعده تلوز، شكون هالمراه هذيا؟ حتى حد. هذا هو اللي شنو اللي صار، اللي صار نرجع بيه وقت اللي انا مثلا نحط روحي بلاست مساعد وكيل الجمهوريه، نجم نعمل ركوبمون نشوف اش قال في الاذاعه واش قال في التلفزه وشنية التدوينه ونربط مع بعضهم نولي نفهم انه يحكي على هذا الشخص بالذات. لا ما تجي تعمل ركوبمون، اما حتى كان تعمل ركوبمون معز اعطيني وين الاساءه؟ شو الكلام اللي تقال؟ محمد ماهوش مسؤول راهو على كل انسان شنو اللي اول الكلام اللي نجم يقوله. محمد بوغلاب يحكي في سياق الفساد. الفساد في المال راهو لا يحكي لا فساد اخلاقي ولا غيره. ماهوش مسؤول على انسان كيفاش يرى في روحه انه او انه هذا ممكن يمس منه هو. اي والعبارات شنو هو الاساءة؟ شنو هو الكلمات؟ شنو هو الاشياء؟ واحنا اذا نحكيو على زي ما نتاع اساءة للغير عبر شبكة التواصل وغيره. وين الكلام؟ شنو هو الكلام؟ اعطيني المحتوى نتاع الكلام. الراجل يحكي على وهذا قالوا راهو البارح في في في, في المكافحه القانونيه بينه وما بين الشاكيه المساله واضحه. قال انا بدي ما نعرفكش وما عنديش علاقه بيه وراني انا ما نقصدكش وانا ما نحكي في اطار سياق عام على الفساد فقط لا غير. هذا هو واضح. البارح المكافحه صارت فقط على التدوينه ما 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 المكافحه البارح معز صارت على التدوينه فقط اللي قلت لك عليها اللي هي على صفحه محمد بوغلاب صفحه محمد بوغلاب اللي هو يحكي فيها على ملف نتاع فساد اخر يحكي عليه واللي اعتبرت وحتى كي تقرا ممكن التدوينه وتشوف المحتوى نتاعه ما عنده حتى علاقه لازم لا واش هي الشؤون الدينيه ولا جبها المراه هذه أثمن يحكي على موضوع اخر ما عنده حتى علاقه بالموضوع اللي هي تشكت به. والمكافحه صارت على النقطه هذه مش على المسائل الاخرى. به الان بعد 48 ساعه معناها غدوه شنو تجب تكون مآلاتها هذه القضيه استاذ؟ والله المآلات بتاع القضيه غدوه معناتها غدوه في 48 ساعه ثانيه. اي شوف اجل انتهاء الاحتفال المده الثانيه دونك في محمد بوغلاب قدام النيابه العموميه اللي باش تتخذ ثلاثة قرارات معناتها القرار الأولاني نجم يكون بالإحالة على المجلس الجناحي بحالة سراح أو إصدار بطاقة إيداع فيه بالطبع وإحالته بالطبيعة على المجلس الجناحي أو فتح بحث تحقيقي أو حفظ التهمة إذا ترى لها بأنه هالأفعال اللي هي هذه ما عندها حتى علاقة فيه. هي اليوم احنا شو الشبهات على أي تهمة اليوم؟ احنا توا لحد كما تعرف معز مازال التكييف القانوني للنيابه العموميه الافعال مازال ما صارش احنا في اطار الابحاث. انا اعطيتك شنو هو الشاكيه بالضبط شنو هو تشكات وشنو هو طلبت هي من خلال الطلبات نتاعها ويبقى بالطبيعه النيابه هي عندها الوحيده المؤهله للتكييف القانوني. واضح يعني واضح. شنو الحاله الصحيه نتاع سي محمد؟ نعرفوا نهار الاحتفاظ الاولاني كان نقلوه الى المستشفى المنجي سليم في المرسى. اليوم شنو هي الحاله الصحيه وين هو بالضبط في المستشفى وفي الايقاف؟ لا 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 هو توا في الايقاف في بوشوشه. هو صحيح تعكرت النهار الاولين الصحه نتاعو باعتبار تعرف محمد يعاني من مرض مزمن وبالطبع يبقى ديما لازم يكون تحت المراقبه الصحيه. فبالتالي نهار الاول وقع نقله المستشفى شارنيكول مش مستشفى منجي سليم وعملوا الفحوصات وبعد رجعوه في مركز الإيقاف بوشوشة وجابوه نهار لحد للمحكمة دونك ولا وبعد عودوا رجعوه لفرقة جمعنا احنا المكافحة صحته نجم نقول الحمد لله سواء تو ولكن لازمها ديما تكون تحت المراقبة لأنه تعرف يعني من أمراض مزمنة وتنجم تكون خطيرة نوعا ما. شو قال سي محمد وقت اللي وقع وقت اللي سمعنا تم الاحتفاظ بها أكيد بأنك كنت معه في تلك اللحظة؟ والله يا محمد كي وقع الاحتفاظ به انا ما خاطر جيت نحكي لك الحكايه اللي كونه حضارته ومثلت وطلبت التاخير وقدمت شهاده طبيه ومحمد قبل بليله وليلتين في احد البرامج التلفزيونيه يقول راني انا عندي احتفاظ في الاحتفاظ بيا وهذا اكده وصار بالفعل وانا كيف كي ما وقعش تمكيننا من موعد استماع جديد قلت راه فما امكان يخرجوا منشور تفتيش وقع. بالتالي هذا كله يعني كان منتظر نوعا ما. فهمت
معناه كان ينتظر بأن يصدر فيه معناه من سياق الاحتفاظ به. اي كان منتظر هكا صرح به هو معناته فهمتني، لانك شوف معزي انك انت تستدعى شخص يوم الجمعه يسمعني ويتقدم محاميه بسيفته ويقدم على النيابه ويطلب التحرير، وهذا نعمل فيه راهو دين او زميل بحذاكم في البلاطو يعرف انا حتى الحين نطلبوا تاخير سماعات حتى بالتليفون نقول رانا ما نجموش حد دون موعد جديد للسماع، يحدد لك موعد يعطيك استدعاء يعطيك استدعاء ويكلم يقول لك عطاهم كلمه مناوبك ويعاود يتصل بمناوبك ولا يبلغوا استدعاء جديد لموعد سامح حسين. هذا كل ما صارش وبالطبع هذاك اللي خلى محمد يعني، وكنا احنا بينا نتوقع وش تصير المساله هذه. علاش 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 انت شخصيا كنت متوقع هذا؟ ما متوقع معز انت تجي انت شخص تقول لك انت جاي كمحامي وتخدم وش تقدم انت الاعلام النيابه نتاعك وش تطلب بالتاخير، يقول لك لا انا مش نقبل عليك شنو بالتباع ما تقدرش تقول لا عادي الامور يعني بدا تقرا تاع هاك زميلي بحذاه يعرف بارك الله بيك زوز ومالي واضح. شكرا لك استاذ حمادي زعفراني عضو هيئه الدفاع عن زميل عبد الغالب على كل هذه المعطيات. نرجع